يا مساء الخير لكل مشاهدينا في كل مكان. تالت يوم في الأسبوع وتالت حلقة وتاني حلقة من غير خيري إن شاء الله هيكون معانا بكرة، لكن عندي خبر سعيد وهو إنه الحمد لله بكامل صحة وعافية. النهاردة بس بيرتاح شوية من الإجهاد، وبكرة بإذن الله هيشاركني الاستوديو ويطل عليكم في حديث القاهرة. إذا أنت من الناس اللي اتحركت قبل الساعة 4 العصر أكيد كنت لسه متابع إيه آخر الأخبار في التحويلات المرورية اللي كانت النهاردة يمكن كل الجهات بتتكاتف داخل محافظة الجيزة علشان تفتح الطرق للناس اللي بتستعمل الطريق ده كل يوم عشان تروح لأشغالها وتقول لهم على الطرق البديلة، لأن طبعا عمارة الأحلام اللي في كرداسة تابعة لمحافظة الجيزة العمارة دي للأسف النهاردة لليوم الثالث على التوالي النار فيها مازالت مشتعلة، ورغم الجهود اللي ما زالت مستمرة لحد دلوقتي من رجال الحماية المدنية اللي عاملين جهد كبير جدا، إلا للأسف النار ما زالت مشتعلة. أنا شخصيا كنت شاهد عيان النهاردة لأني مريت على الطريق الدائري الساعة 4:30، شفت النار ما زالت ولعة في العمارة، وشفت كمان رجال الحماية المدنية ورجال الشرطة الاثنين واقفين بامتداد الطريق الدائري بعد ما اتفتح. الحمد لله دلوقتي الأمور استقرت، رجعت الدنيا تاني كويسة، لكن فعلا الموضوع مش صغير، الموضوع كبير جدا، لان في جهات بدات التحقيق وهتتابع ليه الازمه اللي حصلت دي حتى الان ما زالت مستمره. هل يا ترى في تراخيص، وهل يا ترى في تغاضي عن امور مش من المفترض نتغاضى عنها لان في ارواح ناس؟ احنا هنا في الحلقات بتاعتنا وحديث القاهره سواء النهارده او بكره وان شاء الله لحد ما تظهر نتيجه التحقيقات هنتواصل معاكم ونتواصل مع المسؤولين ونقول لكم الاخبار اللي بتوصل لنا اول باول، ونعرف كمان صاحب العقار اللي في المستشفى حاليا يعني هيكون تصريحاته ايه بعد ما يخرج ويبدا يجاوب على التساؤلات. عندي حاجة لطيفة جدا، يعني حاجتين بصراحة ليهم علاقة باللي حصل من أول امبارح للنهاردة، رغم أن الموضوع مأساوي لكن كان في حركتين من أفضل ما يكون. الأولى هي الطرق البديلة والإخبار عنها بشكل سريع ومتزامن من كل الجهات عشان تسهل على الناس حياتهم اليومية، والحاجة الثانية هو اللي نشر النهاردة من محافظة الجيزة والجهات المعنية وخصوصا النيابة الإدارية وكل الجهات اللي هتتولى التحقيق، إن إذا أي حد في مناشدة لكل المصريين، إذا أي حد أيا كان شايف إن في عقار مخالف أو في مخازن محطوطة تحت العمارات بشكل غير قانوني وغير مرخصة، أو حتى في ورش ومصانع بتحت بير السلم اللي ممكن تتسبب في أزمات موجودة، أرجوك بلغ عنها. الأرقام موجودة دلوقتي ويمكن معانا دلوقتي كمان على الشاشة أنتوا شايفينها، تم الإعلان عنها وقالوا ما تترددش لأن دي روحك وروح الناس اللي حواليك، مفيش أكتر من كده بقى. فتحنا الباب، فياريت تبلغوا علشان نقفل الباب على الناس اللي بتتاجر بأرواح الناس عشان تكسب شوية فلوس. طبعا دي كانت النقطتين الإيجابيتين في حادثة مأساوية عايشينها كلنا بقالها 3 أيام. اللي حصل من امبارح لدلوقت في القاهرة العامرة من أخبار هنشوفها دلوقتي من خلال تلخيص لأحداث اليوم، بعدين نرجع نشوف احنا عندنا ايه هنا في القاهرة في حديثها الخاص جدا اللي بنختاره لكم على مدار اليوم. نشوف ايه اللي حصل في مصر من امبارح للنهاردة ونرجع نشوف المينيو بتاعنا. الرئيس السيسي يؤكد أهمية العمل الاستخباري العربي في مكافحة الإرهاب. الصحة تعد البروتوكول علاج حالات كورونا للمرة الخامسة لرفع نسب الشفاء. الصحة العالمية 84% من الوفيات بمصر بسبب الإصابة بالأمراض المزمنة. وزير المالية: حققنا فائضاً أولياً 105.5 مليار جنيه في موازنة 2020 رغم وباء كورونا، وخصصنا 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات. وزارة التربية والتعليم تعلن توفير منح لتدريب المعلمين للدراسة بجامعات يابانية تستمر حتى 2023. تأجيل محاكمة سيدة المحكمة المتهمة بالتعدي على ضابط شرطة إلى 11 فبراير. الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما تنظم استفتاء لاختيار أفضل 5 أفلام في 2020. ده كان ملخص لأحداث مصر كلها من امبارح للنهاردة، لكن احنا اخترنا ايه في حديث القاهرة علشان نعرضه ونستعرضه سواء كان خبر او كان ما وراء الخبر من خلال ضيوفنا النهاردة. عندنا موضوعات كتير جدا، يعني
لو عايز تعرف ايه اخر تطورات موضوع كورونا وبروتوكولات العلاج اللي هتبتدي تتغير في مصر علشان تدي فعالية اكتر تجاه فيروس كورونا وتزود نسبة الشفاء زي ما تم الاعلان عنها، هتلاقي الخبر اليقين معانا النهاردة. لو انت من عشاق المحتوى الهادف وكنت تعبت جدا من فكرة الناس اللي بتستخدم السوشيال ميديا في اشياء سيئة، اكيد هتشوف النهاردة نموذج يستحق ان احنا نقف قدامه. في اليوم بيلخص كتاب ويعبر عنه في دقيقة، وكمان اتعلم 4 لغات غير اللغة العربية، بيتكلمهم بشكل مذهل. أحمد صبري أو ديلي صبري اللي فاز بأفضل محتوى على التيك توك 2020 النهاردة موجود معانا في حديث القاهرة. أما طبعا لو الحياة الاجتماعية بتشوف فيها زي ما احنا بنشوف قصص أغرب من الخيال، ويا ترى في أب ممكن يخطف ابنه؟ أكيد السؤال ده وراه قصص مأساوية كتير. النهاردة هنشوف قصص واقعية معانا هنا في الاستوديو، إزاي ممكن ناس تستغل الأحداث بعد الخلافات الزوجية اللي بتؤدي للطلاق، واللي بيكون في النص للأسف ولاد زي الفل إن هم يحرموا بعض من ولادهم. لكن النهاردة هنشوف نموذج الست اللي بحق الرؤية الأب بيشوف ابنه بيخطفه، يعني سنوات كتير جدا بتتحرم منه. هنشوف النهاردة تفاصيل أكتر ونشوف قصص واقعية ورأي القانون فيها. لسه عندنا حكايات كتير، إيه رأيكم تشوفوا معنا بقية المنيو في اللي جاي ده ونرجع نبتدي هنا قصصنا الإخبارية في حديث القاهرة؟ البداية في القصص الإخبارية هو ما تم اليوم بأن شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الاستخباراتي، كما شارك الرئيس السيسي ومدير المخابرات العامة المصرية وعدد من رؤساء أجهزة المخابرات العربية اليوم في افتتاح مقر المنتدى العربي الاستخباراتي بالقاهرة، طبعا بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. ووجه الرئيس كلمة أكد فيها أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباراتي كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية الشقيقة، فضلا عن العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب. كما شدد الرئيس السيسي على أهمية العمل الجماعي في إطار الأخوة العربية على استعادة الاستقرار في كافة دول المنطقة، لا سيما التي تشهد حالة من السيولة وتعصف بها الأزمات، وتسعى التنظيمات الإرهابية للنيل من الاستقرار والتمدد فيها، مدعومة بقوى خارجية إقليمية ودولية تستهدف صناعة الفوضى من أجل السيطرة على مقدرات أوطاننا العزيزة، مناشدا المشاركين جميعا بالتعاون والوقوف صفا واحدا لنبذ الفرقة وتجاوز أي خلافات من أجل إعلاء مصالح الأوطان والشعوب. ما فيش شك أبدا إن الجهود التي تقوم بيها أجهزة المخابرات داخل الدول العربية جهود جبارة، سواء لحفظ الأمن الداخلي ومتابعة يعني من يترصد بالوطن بالداخل، أو حتى أي تهديد خارجي يمس الأمن القومي للدولة دي. التعاون الاستخباراتي العربي بيفتح نوافذ جديدة جدا وكبيرة جدا لأن يكون هناك وطن عربي آمن بيجمعنا كلنا، الحفاظ على الأمن الداخلي ويمكن الوقوف بالمرصاد أمام أي تهديد خارجي من أهم المهام المكلة لأجهزة الاستخبارات في كل دول العالم. والمنطقة العربية يعني تعاني من من يقف لها بالمرصاد، وإن شاء الله بحفظ الله كل دولنا العربية تكون واقفة على رجلها أمام من يترصد بها. رغم مرور أكثر من 40 ساعة، احنا قلنا اليوم الثالث على التوالي، حريق برج الأحلام اللي عطل أحلام مطل على الطريق الدائري في منطقة فيصل، النار لسه شغالة لحد دلوقتي. زي ما قلت لكم أنا بنفسي شفت النار لحد الساعة 4:30 من العمارة مالت خلاص. للأسف أي حد عربيته تحت الدائري في محيط العمارة يروح يشيلها دلوقت، لأن 14 دور لما يقعوا أكيد هتخرب الدنيا. ده طبعا ما كانش صحيح، مش حقيقي إطلاقا حسب مصادر أمنية تواجدت بمحيط العقار. النار فعلا محتمل انها تستمر يومين كمان علشان في جمرات في الدور الارضي وفي ادوار تانية. طبعا لحد الدور السادس تقريبا انا شفت النار واصلة النهاردة وانا بمر. الجمرات دي عشان تنطفي مش هيبقى الموضوع سهل، وهتاخد زي ما قالوا احتمال يومين. الحريق كان فيه مفاجآت كتيرة جدا، ده اللي احنا اكتشفناه من خلال البحث
مش احنا بس، احنا وكل الصحفيين اللي حاولت تتابع الموضوع. من ابرز المفاجآت اللي طلعت لنا ان صاحب العقار الحاج سمير كان بياع احذية، ربنا كرمه وفتحها عليه، اشترى كم محل، بعدين باع المحلات واشترى حتة ارض بتطل على الطريق الدائري في منطقة فيصل، وطبعا انتوا عارفين ده مكان بيجيب ذهب، بنى عليها برج الاحلام او برج احلامه، خلى البدروم والدور الاول والثاني مخزن احذية عشان طبعا شغله. البعض اطلق عليه لقب امبراطور الكوتشي المقلد، وحط عليه علامة S&H. العلامة دي رسمها على فكرة على العمارة، دي طبعا روايات الاهالي واصحاب العمارات والمحلات المجاورة هم اللي قالوا كده. تحقيقات الحادث هتبرز حاجات كتير جدا، ويمكن هتطلع مفاجآت تانية. النيابة استمعت لأقوال شهود عيان والأهالي وخصوصا اللي تضرر منهم، طلبت تحريات المباحث في الوقت طبعا اللي دخل فيه صاحب العقار المستشفى، المفترض إن هيتم التحقيق معاه بعد ما يطلع ويتم شفائه زي ما تم الإعلان. احنا مش عارفين لحد دلوقتي هو كان ايه، انا شخصيا توقعت انه ممكن يكون اصيب في الحادثه مثلا وفي النيران، لكن طلع الموضوع مختلف، وحتى الان مفيش، مش عارفين ايه سر التعب يعني. لكن رئيس النيابه الاداريه فتح تحقيق عاجل لكشف مدى سلامه الاجراءات بخصوص انشاء العماره والمخزن والمخالفات وكمان المسؤولين عنها من كافه الجهات الاداريه المختصه، وده طبعا خبر هيسعد ويسلك كل القلوب. الموضوع ما وقفش لحد كده طبعا، اكيد مش هيوقف، وخصوصا احنا قلنا البرلمان بدايه سخنه جدا، لان النهارده تحت قبه البرلمان النائبه ايناس عبد الحليم عضو مجلس النواب طلبت وزير التنميه المحليه اللي هو محمود شعراوي بتكليف المحافظين بجرد المخازن اللي موجوده جوه العمارات السكنيه، وده طبعا هيتم بالتنسيق مع وزاره الداخليه، وهيتم تشكيل لجان علشان تمر على المخازن ومراجعة الشروط المستوفاة لإنشائها ومطابقتها للمواصفات البيئية والسلامة الإنشائية. طبعا انتوا عارفين لازم يكون في حاجات ضد الحريق، حاجات للسلامة والأمن المدني. قالت كمان إن حريق برج الأحلام هو جرس إنذار علشان أي مخالفات يتم رصدها وننقذ الأرواح. معنا على التليفون اللواء ممدوح عبد القادر مدير الحماية المدنية بالقاهرة السابق، أهلا بحضرتك معنا في حديث القاهرة يا سيادة اللواء. اهلا بحضرتك يا فندم. الحادثه بالنسبه لناس كتير غريبه، هل استمرار النار لمده 3 ايام ده شيء طبيعي في عماره زي دي؟ لا، هو طبعا ده بلاغ من البلاغات الصعبه جدا نظرا للمحتويات اللي هي موجوده. يعني هل فعلا المبنى حاليا قايل للسقوط ولا بس بعد ما تنتهي النيران هيكون نقول غير صالح للسكن؟ يعني اول ما بدا الحريق السيد محافظ الجيزه مشكورا شكل لجنه هندسيه على مستوى عالي جدا من الساده اساتذه الجامعه والساده مهندسين الحي ومتابعين الموقف العماره اول باول، هل في اي شواهد هندسيه توحي بان هذا العقار يعني على وشك الانهيار ولا لسه يعني ماسك نفسه. اللجنه الهندسيه متواجده وبتتابع العقار اول باول. طب سيادة اللواء سؤال أخير، يعني قيل إن الحريق قد يستمر ويفضل مشتعل لمدة يومين كمان، هل دي معلومة فعلا صحيحة زي ما بنقولها وبنتداولها ولا قابل إنه ينطفي فعلا؟ لو قلنا لمساحة المخزن 1000 متر وعلى 3 أدوار يعني بنتكلم في 3000 متر مع التخزين المرعب اللي كان موجود ووجود بؤر نار داخل المخزن دوت، لا هو ممكن يستمر، يعني اعتقد يعني في رايي الشخصي ان هو ممكن على بكره الصبح يكون النار انتهت في المبنى ان شاء الله. ان احنا طبعا يعني بنشكر جدا وبنثمن الدور اللي بيقوم بيه كل الجهات اللي تضافرت وتكاتفت حتى الان علشان تقلل من الخسائر، سياده اللواء علاء عبد الظاهر مساعد وزير الداخليه للحمايه المدنيه السابق، كل الشكر لحضرتك للمعلومات اللي اديتها لنا. خلينا نقول احنا في انتظار شويه توضيح من صاحب العقار، محامي صاحب العقار، وهنشوف وهنتابع معاكم نتائج التحقيقات اللي اكيد مش هتفوت الموضوع لانها اعتقد هتبقى قضيه راي عام. من الموضوع ده وبرج الاحلام
يعني احنا طبعا بنشكر اللواء ممدوح عبد القادر اللي كان معانا على التليفون. الموضوع ده بالمعلومات اللي وصلت لنا والتطورات الاخيره اللي احنا شفناها فيه واللي هنفضل متابعينها معاكم، واذا في حاجه استجدت على مدار الحلقه في الساعتين دول اكيد هنقول لكم عليها. لموضوع تاني، كورونا وتغيير بروتوكول العلاج. الدكتور حسام حسني رئيس اللجنه العلميه لمكافحه فيروس كورونا في وزاره الصحه والسكان قال إن اللجنة هتقوم بتغيير البروتوكول العلاجي الخاص بكورونا قريبا. السبب في ده إيه؟ رفع نسبة الشفاء من المرض. قال خلال ويبينار الأول المشترك بين اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا واللجنة القومية للأمراض غير السارية، العنوان بتاعها الاجتماع ده كان الأمراض المزمنة في زمن كورونا، هو قال إن احنا بنغير بسبب حدوث بعض التغيرات وإن احنا نوصل لأفضل بروتوكول علاجي للمصاب بالفيروس. وقال إن البروتوكول اللي وضعته مصر من أفضل البروتوكولات على مستوى العالم، وإنه ساهم كتير جدا في ارتفاع معدل الشفاء من الفيروس، لأن طبعا احنا عارفين إن مصر من أفضل الدول اللي تعاملت مع جائحة كورونا، سواء كان طبعا اللي دلل على كده الأعداد وقلتها، إن ما كانش عندنا أي أزمات في المستشفيات، والمستشفيات اللي تم تحويلها بالكامل لمستشفيات عزل. حتى الإشادات العالمية سواء من منظمة الصحة العالمية أو غيرها كانت كلها بتبرز الأشياء والجهود الكبيرة اللي حصلت في مصر علشان تقلل من أضرار جائحة كورونا. معانا على التليفون الدكتورة نهى عاصم عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، وهي مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث. دكتورة نهى، أهلا بيكي معانا في حديث القاهرة. أهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير. أهلا بيكي. والتغيرات اللي هتحصل في بروتوكول علاج فيروس كورونا إيه هي وليه؟ هو الفكرة يا فندم إنه إحنا طول ما إحنا بنشتغل في البروتوكول العلاجي بيبقى فيه معلومات بنجمعها من المرضى، كل الأدوية البدائل المختلفة في كل مرحلة من المرض ونتائجها شكلها إيه، في اي يعني اثار او نقول كومبليكيشنز يمكن تداركها، زائد طبعا كل ما هو جديد بقى على مستوى الابحاث الدوليه وعلى مستوى المولكيولز اللي بيتم دراستها. فبالتالي يعني منطقي ان احنا كل فتره ده مرض جديد ودايما في جديد في العلم وفي بروتوكولات العلاج في العالم كله الحقيقه. فاحنا كل من حين لاخر يعني بنبدا نراجع نفسنا، نشوف نتائجنا شكلها عامل ازاي، هل في فرصه لاضافه اي ادويه جديده او في ادويه ان هي وهكذا. بالنسبه للتفاصيل اكثر طبعا هتوضح بعد مناقشتنا احنا بقى على المستوى العلمي في اللجان والاجتماعات، ووضع اخر نسخه من البروتوكول في خلال الشهر ان شاء الله، ونقدر ان احنا نتكلم بطريقه يعني سبيسيفيك اكثر عنها باذن الله. يعني ان شاء الله في خلال شهر هيتم الاعلان عن البروتوكول الجديد ويتم التغيير، صحيح؟ ده اللي احنا يعني اتناقشنا فيه النهارده في المؤتمر اللي كان قائم بين اللجنه العلميه لمكافحه كورونا واللجنه العلميه لمكافحه الامراض الغير سريه. والحقيقه يعني مؤدى المؤتمر ومن اهم النقط اللي خرجنا اليها انه الحالات كحالات مرضيه يتم التعامل معاها، احنا مش بنعالج بس كورونا، احنا بنعالج الشخص المريض ككل. فكان في اهتمام اكتر للجزء بتاع انه مع علاج الكورونا، طيب لو المريض في اي امراض مصاحبه سواء في ناحيه الكلى او السكر او الضغط او امراض القلب، بقى في تحديث اكتر للبروتوكولات العلاجيه وازاي نقدر نضبط او نوازن بروتوكول العلاج علشان يعني يبقى في معالجه للحاله ككل مش بس لكورونا. عظيم. واحنا هنتابع معاكم هنا في خلال حديث القاهره ايه المستجدات اللي هتكون والاعلانات اللي هتتم في خلال المده اللي حضرتك حددتيها. طب نروح لانتاج مصر للقاح كورونا، هل يا ترى في اي جديد حوالين هذه العمليه لانتاج اللقاح محليا زي ما اعلنا اكتر من مره، والتجارب يا ترى وصلنا فيها لحد فين؟ الحقيقه احنا مع الشركه الصينيه المصنعه سينوفاك المفروض ان في اتفاق على التكنولوجي ترانسفير واعداد الموقع بتاع باكسيرا على خاطر تصنيع اللقاح، بس يمكن بيبقى فيه يعني اجزاء نقول لوجستيه اداريه قانونيه زائد علميه طبعا تكنيكال، ففي تفاصيل كثيره قوي في الاتفاقات والنيجوشيشن خلينا نقول، لان هي في الاخر يعني بيبقى في اتفاقات على مستوى الشركات وعلى مستوى الدول، فبالتالي احنا ماشيين في الاجراءات دي.
واكيد يعني المؤسسه فيه ان احنا اول ما يتم يعني تفعيل هذا التعاون وبالفعل بدايه تصنيع لقاح ساينوفاك فاكسيرا طبعا هيتم الاعلان عنه. طب دكتوره نوع في اي ديدلاين للموضوع؟ يعني حاطين اي معدل زمني للانتهاء منه؟ هي الفكره يا فندم يعني ان هو بيبقى فيه كذا طرف او كذا جانب داخلين في الاتفاقات دي، حضرتك شايفه على مستوى العالم كله في دلوقتي تنافس في ديل في ابعاد اقتصاديه وسياسيه وعلميه، فيعني الحقيقه ما اقدرش يعني ارزم لحضرتك حاليا بديدلاين للاتفاق. تمام دكتورة نهى، يمكن سؤال أخير، كلام قطر عن فيروس نباه، سمعنا تصريحات أنه مش موجود في مصر وأنه لم يصل لمصر الحمد لله. إلى الآن إحنا يعني أكيد أي في عندنا، أنا عايزة برضه أوضح نقطة في موضوع الفيروسات عامة أو الأمراض المعدية، بقى خلينا نوسع المجال لأنه الحقيقة كورونا أو غيره من الفيروسات أو أي فيروسات جديدة أو غيرها كأمراض معدية في حاجة اسمها نظام ترصد في وزارة الصحة، ترصد للحالات المعدية ولا غير معدية الحقيقة. بس خلينا نقول حتى التركيز الأخر. دي جزء من حاجة اسمها International Health Regulation. ألو؟ سامعيني كويس دكتور نهى. جزء من حاجة اسمها الانترناشونال أو اللي هي الاتفاقات الدولية بالصحة. لازم أي مؤسسة صحية في دولة واللي هي طبعًا المختصة بالصحة وفي مصر هي ممثلة في وزارة الصحة المصرية. لو في أي حالة ريبورتد لأمراض معدية حاجة اسمها نوتيفايبل أو الأمراض اللي لازم نبلغ عنها. عدد معين من الامراض ومن الاعراض لازم يتبلغ عنها فورا من اي منشاه صحيه الى وزاره الصحه ثم الى منظمه الصحه العالميه. فده معناه ان احنا ما عندناش اي حاله لحد دلوقتي طالما لم يتم التبليغ. الى الان لم يتم طبعا ريبورت اي حاله فيها اشتباه حاجه زي كده. احنا بنشكرك جدا جدا الدكتوره نهى عاصم، عضو اللجنه العلميه لمكافحه فيروس كورونا ومستشاره وزيره الصحه لشؤون الابحاث، كل الشكر. الحمد لله ما عندناش اي حاجه ليها علاقه بنباه. لكن طبعا بما ان الكلام كتر عن الفيروس ده وايه الفيروسات الخطره في العالم اللي ممكن تكون يعني ازمه للبشريه، فريق البرنامج عمل فيديو جراف عن اخطر 10 فيروسات في العالم، كان من ضمنها طبعا نباه. نشوف ونرجع هنا نكمل قصصنا الاخباريه. قصصنا الاخباريه مستمره في حديث القاهره، يعني زرت قصر البارون بالعظمه والجمال بعد تطويره وافتتاحه من جديد. انا شخصيا رحت زرته واستمتعت بيه جدا، ورحت الصبح بدري علشان الدنيا بتبقى فاضيه، فاستمتعت بكل جزء فيه، فعلا تحفه معماريه. لكن على وسائل التواصل الاجتماعي انتشر عدد من صور بيقولوا عليها انها خدمات سياحيه في قصر البارون، واثارت اقاويل كتيره جدا جدل. في ناس كتير جدا قالت عنها ان ده تشويه للشكل التراثي والاثري لقصر البارون، ووزاره السياحه والاثار اكدت في بيان قبل كده ان يعني من شويه ان اللي حصل بيحصل في قصر البارون ده جزء من خطه تطوير علشان الارتقاء بجوده الخدمات السياحيه المقدمه. دي الصور اللي موجودة على أرض الواقع، لكن الناس على وسائل التواصل الاجتماعي اللي تداولت الصور دي قالت إن هيفتحوا كافيتريات هناك وهيعملوا، لدرجة إن في ناس قالت إن في بنزينة هتتفتح هناك كمان، وده تشويه للأثر وجماله وإيه اللي بيحصل ده. ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ خلينا ناخد الموضوع من مصدره. الأستاذة إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار معانا على التليفون. يا أستاذة إيمان أهلا بيكي معانا في حديث القاهرة. مساء الخير، أهلا وسهلا أستاذة. أهلا بيكي، أنا يعني حيسعدني جدا إن حضرتك تجاوبلنا على أسئلتنا، بس يا ريت نوطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون. تمام، أنا بس مستمعة حضرتك من التليفون. طيب انا يعني صوت اكيد هيوصل لك دلوقتي. الحقيقه هعرف من حضرتك الخبر اليقين، ايه اللي بيحصل في قصر البارون حاليا؟ بدايه استاذه كريمه احب اوضح بعض النقاط. وزاره السياحه والاثار بتعمل على تطوير المواقع الاثريه والمتاحف والقصور الاثريه والتاريخيه، وبنعمل ارتقاء بالخدمات السياحيه اللي موجوده في الاماكن دي. الهدف ان احنا لما بنفتتح اماكن جديده ان احنا بنقدم للزوار تجربه ثقافيه وحضاريه متكامله عشان يروحوا يزوروا القصر ويستمتعوا بالجمال اللي زي ما حضرتك ذكرتي ان كل تفصيله فيه بديعه
وده اللي انعكس من خلال وجود فعل الزائرين اللي الصدوا يتواجدوا عليه منذ افتتاحه لغايه النهارده، وده منتشر الحقيقه في كل الصور الجميله اللي بياخدها رواد القصر وبتنتشر على السوشيال ميديا. عشان كده كانت اول خطتنا ان احنا نستغل الاماكن اللي موجوده في الحديقه والساحات المفتوحه حول القصر في خدمات سياحيه مناسبه للزائرين. بدايه استغلال الجزء الخاص بالبدروم ان هو يبقى مركز ثقافي يقام فيه الفعاليات الفنيه والمعارض والصالونات ورش العمل عشان يحصل رفع للوعي الاثري للزوار، ونشارك ان احنا نجتذب شريحه جديده من الاطفال والشباب ان هم يجوا يزوروا القصر. الخدمات السياحيه كلها مقامه في منطقه الحديقه، الجزء اللي طالع في الصوره دوت جزء موجود حتى من قبل افتتاح القصر وموجود بشكل مؤقت. كل الاعمال اللي هتتم في الحديقه الخلفيه للقصر بمباني خفيفه لايف ستراكشر هتتجلد بالخشب وبمواد مناسبه تتماشى مع القيمه التاريخيه والجماليه والشكل البديع اللي بيظهر في قصر البارون، ما بتاثرش باي شكل من الاشكال على بانوراما القصر، لكن بالعكس هتبقى بتقدم خدمه. حضرتك قلت يا استاذه ايمان عظيم جدا، يعني هيكون في اشياء يعني خلينا نقول مرافق خدميه تقدم خدمه للزوار اللي هيقعدوا في المكان ده ويزوروه. طيب يعني حضرتك قلتي ان المباني او الصور المتداوله دي لاشياء معموله بشكل مؤقت، يعني شكل مؤقت ده معناه ايه؟ انها مثلا هتزال؟ الجزء اللي ظاهر في الصورة جنب السور دي معمولة بشكل مؤقت هيتم إزالتها، الجزء التاني الظاهر دي الهياكل المعدنية اللي هي بالمناسبة شكل وترتيب وهيتم تجليدها بتجليد خشبي بيتناسب مع شكل القصر ومن نفس الموتيفات اللي مستخدمة أساسا الموجودة في القصر. دي كلها شكلها هيتماشى مع القصر تماما، وزي ما حضرتك شايفة هي في المنطقة الخلفية للحديقة وكلها فك وترتيب، مباني خفيفة، حاجات خفيفة، مش مباني، ده مش مبنى، ده هيكل خفيف فك وترتيب، يعني لو عايزين نشيله دلوقتي هيتشيل. تمام. طب يعني هل تم الإعلان مثلا في الموقع الخاص بالوزارة أو الموقع حتى الخاص بتقديم الخدمات لقصر البارون أنه الصورة النهائية اللي هيتم التعامل بيها أو الأشياء دي، يعني إحنا يمكن تفاديا للأزمات اللي بتحصل على السوشيال ميديا الإعلان عن المخطط والشكل النهائي بيفيد جدا في الحاجات دي، هل عملتوا خطوة زي دي يا فندم؟ تم مشاركة فيديو، أتمنى أن فريق الإعداد عند حضرتك يقوم بعرضه على السادة المشاهدين علشان يشوفوا قد إيه الشكل هيبقى جيد جدا ومتماشي مع شكل القصر، يا ريت يتم عرضه علشان الساده المشاهدين يشوفوا الشكل. حضرتك شفتي لما تم افتتاح حضرتك نزلتوا الفيديو على ايه يا فندم؟ لانه الحقيقه ما اتبعتش لفريق الاعداد. لا انا بعته لفريق الاعداد يا فندم ونزل مع البيان الصحفي اللي نزلته الوزاره. كنت عايزه اضيف لحضرتك نقطه مهمه جدا، ان لما تم افتتاح قصر البارون روعي ان احنا نطعم القصر، ما يبقاش فقط ان هو في معرض لتراث حي مصر الجديده، لكن زي ما حضرتك هتشوفي ان في الترام وفي سيارات صحيح قديمه من العشرينات او بدايات القرن العشرين اللي هي كانت موجوده في الحقبه الزمنيه دي، علشان نربط القديم بالجديد وعشان الناس يبقى عندها شغف اكتر ان هي تزور القصر بالنطاق يعني بطريقه مختلفه ومش النمطيه في الزيارات او الاماكن الاثريه. استاذه ايمان انا الحقيقه شخصيا كنت شاهد عيان على التطوير والجمال اللي موجود فيه هناك، لكن مره تانية بنقول يعني يمكن حضرتك بعتي الفيديو لكن فريق الاعداد ما استلموهوش، واحنا هنعرضه ان الناس تشوف الشكل الجميل. احنا هنعرضه من خلال حديث القاهره اكيد، لان احنا بندعم كل تطوير في قطاع السياحه لان مصر حلوه وتستاهل، لكن احنا هنتمنى عليكم ان الصفحات الخاصه على السوشيال ميديا سواء بقصر البارون او وزاره السياحه وكمان الموقع ان هو يعرض ده والشكل النهائي اللي هيحصل، وده هيسكت اي حد ينيل بيحاول النيل من المخططات الخاصه بالتطوير. احنا بنشكرك جدا استاذه ايمان زيدان مساعد وزير السياحه والاثار، كل الشكر. الجمال اللي بتبرزه بيضيف لقيمه الاشياء، وقصر البارون اللي احنا كنا كلنا بنسمع عنه حكايات في بعضها مرعب رغم كل الجمال اللي موجود فيه، تحول الى مكان جاذب لكل الناس من كل الأعمار سواء مصريين أو غير مصريين مقيمين هنا أو حتى بيجوا ويروحوا. ده شيء عظيم ومبشر بأن مصر الحلوة هتبتدي تظهر تاني.
مصر الحلوة بمناراتها الثقافية والدينية كمان. الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية مع سفير فرنسا في القاهرة اتقابلوا وكان ليه تصريحات، قال إن الإسلام بيحترم حرية التعبير دون المساس بالمقدسات، وإن دار الإفتاء أدانت نشر الرسوم المسيئة للنبي عليه أفضل الصلوات والتسليم، وكانت بترفض وما زالت وستبقى ترفض رفضا تاما لأي مساس بيها، وأدانت جرائم المتطرفين من كل الأديان وقتلهم لمن قاموا بهذه الإساءات. السفير الفرنسي في اللقاء نفسه قال إن الرسوم المسيئة للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لا تمثلنا، وإحنا متفهمين جدا سبب غضب المسلمين وبنبذل جهود كبيرة جدا لمنع الإساءة للمسلمين. يمكن الأزهر وجهوده لا تخفى على أحد، سواء كانت في الترجمة للفتاوى أو حتى يعني التدريب لكل الناس اللي موجودين واللي بيخرجوا لأوروبا ومن يرغب فيهم في التدريب في مصر على أصول الدعوة وأساسياتها الصحيحة، ده شيء لا يخفى على أحد. خلينا ناخد تفاصيل أكتر عن اللي حصل النهاردة من الدكتور خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية. يا دكتور أهلا بحضرتك معانا في حديث القاهرة. أهلا وسهلا، مساء الخير يا فندم ومساء الخير لجمهورنا الكريم، وخالص دعائي بالسلامة والعافية والشفاء للإعلام الكبير الأستاذ خيري رمضان. احنا يعني باذن الله يكون معانا بكره ودعواتك واصله يعني، ودعواتنا احنا كمان للجهود المبذوله من مناره يعني مناره يعني لا تخفى على احد في كل العالم مش بس في مصر الازهر الشريف. النهارده اللقاء مع سفير فرنسا، حضرتك شايفه ازاي، وخصوصا التصريحات اللي قالها بان احنا نرفض تماما الاساءه للرموز الاسلاميه وللدين الاسلامي والرسول عليه الصلاه والسلام؟ اللقاء يعني بيأتي ضمن استراتيجية أعلنتها الأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم، وهي يرأسها فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور شوقي علام، من أن هناك تحرك لهذه الأزمة وتحرك حقيقي نرفض فيه طبعا الإساءة للرموز الدينية، نرفض فيه هذه الرسوم وأيضا نرفض فيه الجهود أو الحركات المتطرفة وأفعال المتطرفين، سواء كان من المتشددين المنتسبين زورا للإسلام أو أيضا من دعاة الإسلاموفوبيا وهي الكراهية المرضية ضد الإسلام، وهي دي الأمور اللي بتحرك الحقيقة الأفعال الطائشة التي هي الحقيقة مش محسوبة على أي دين ولا على أي أخلاق. من هنا كانت الأمانة العامة أعلنت استراتيجيتها للتفاعل مع هذه الأزمة، ومن ضمن هذا كان المباحثات التي جرت اليوم أو بين فضيلة المفتي وبين السفير الفرنسي لإظهار خطاب حقيقي وسطي يكون يستطيع العالم أن يتفادى فيه هذه الخطابات المتطرفة ويسعى بحق نحو السلام وحول الاحترام المتبادل. نحن أظهرنا وكان الخطاب واضح أننا نحترم رموز الأديان وجزء من قيمنا وجزء جميعا وبجميع أدياننا قائم على احترام رموز الدينية ومن مقدساتنا المساس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا نحترم العالم ونحترم التعايش الإيجابي ونتواصل مع المسلمين حول العالم وندعو لاندماجهم اندماجا إيجابيا نافعا في مجتمعاتهم. والحقيقة كان من أهم الأمور التي تمت المباحثة فيها وإن شاء الله يكون فيها إجراء في الوقت القادم هي قضية تدريب الأئمة والمفتين الموجودين في فرنسا على الخطاب الوسطي والخطاب الإفتائي
لان الحقيقه دار الافتاء ده طبعا حاسم جدا جدا يعني دكتور خالد في انه يقلل من هذه الاشياء. طبعا مجهودات رائعه واحنا بنشكركم جدا عليها، وبنشكر حضرتك كمان على هذا التوضيح لما تم اليوم. دكتور خالد عمران امين عام الفتوى بدار الافتاء المصريه، كل الشكر ليك. إدارة بايدن من أول أيامها بتثير الجدل، ورغم مرور ما يزيد عن 6 سنوات على السماح بزواج المثليين في كافة الولايات المتحدة بالقانون، ورغم أن إعلان رفضك لحقوق المثليين في هيعرضك هناك لأنك تكون منبوذ وممكن تفقد وظيفتك كمان بالقانون، لكن نسبة مش قليلة أبدا من الشعب الأمريكي ما زالت لحد دلوقتي مش مرحبة بالموضوع ده أبدا، رغم أنه أصبح موضوع قانوني، وخصوصا اللي منتمين للحزب الجمهوري المحافظ. ده اللي بتقوله نتائج استطلاعات الرأي الأمريكية اللي بتظهر الفجوة بين القوانين والقرارات السياسية وبين اتجاهات المجتمع. توماس جورج سيان الكاتب المتخصص في الشؤون الدولية، واللي طبعا يعني بينضم لنا دلوقتي عبر زون من واشنطن علشان يجاوب لنا على اسئلتنا. يا اهلا بيك معانا. اهلا يعني سيد توماس، يعني يمكن الموضوع مثير للجدل، هل فعلا الشعب الامريكي والسواد الاعظم في امريكا متقبل الوضع القائم، ولا في فجوه بين التشريعات والقرارات السياسيه وبين اتجاهات المجتمع الامريكي؟ بالتاكيد القضيه بالتاكيد لن تكون بالسهوله بالفهم لما يحدث في امريكا في الوقت الحالي. اولا هذا ليس مرتبط باداره ترامب حتى اداره بايدن حتى يكون الامر واضح، وهو لا يتفخر باي شيء، ولا هو ولا من قبله اوباما، ولكن هذا ما حدث في المجتمع الامريكي هناك. وحتى اكون واضحا وحتى يتم اتاحه الامور، ان هذا لا يخص انه حقوق المثليين بشكل المثليين او المتحولين جنسيا، ولكن هو يهدف اساسا الى تحقيق المساواه حتى لا يتعرض المثليين الى ما يسمى التمييز العرق الجنسي او العرقي او ما يسمونه بشكل او اخر. وهذا وزير النقل الذي تم ترشيحه كوزير للنقل، حتى تكون الامور واضحه، انا اعرف انها كل الامور اختلطت في المفاهيم والاعراف المختلفه السائده في المجتمع العربي والمجتمع العالمي بشكل عام. هذا الرجل طبعا، وانه هذا الشخص حتى أكون واضحا قد رشح نفسه للرئاسة الأمريكية من الجانب الديمقراطي، وكان في السابق حاكما أو مديرا أو عمدة في الولايات المتحدة، فليس هذا بالأمر الجديد. وأنه حارب كما أنه حارب في أفغانستان والعراق ولا يجيد اللغة العربية، حتى أكون واضحا ليس مجرد شخص يتم اختياره لأنه مثلي فبالتالي ليس له قدرات أو إمكانيات فكرية وخبرة في إدارة الأمور وفهم الأشياء. عظيم، يعني حضرتك بتقول أن تم اختياره بعيدا خالص عن انتمائه الجنسي سواء مثلي أو غير مثلي، وأن تم طبعا اختياره نتيجة يعني كل هذه الصفات اللي بيحظى بيها وأنه عنده تاريخ زي ما حضرتك قلت. طب ده شيء عظيم. هل المجتمع الأمريكي، هذا هو السؤال، هل المجتمع الأمريكي فيه نوع من أنواع الانشقاق بين قبول ورفض، ما بين ناس شايفة أن القوانين دي صعب تطبيقها في مجتمع فيه نسبة كبيرة جدا من المحافظين وما زالت حتى الآن ترفض وجود أو بروز على الساحة هذه الشخصيات؟ المجتمع الأمريكي حتى تكون الأمور واضحة بلا شكل كبير بصورة عامة، ولم يحدث هذا في الأيام الأخيرة، بشكل عام انه مستقطب او بشكل او اخر في هناك جدل واسع حول كل الامور، ليس فقط في الامور السياسيه والاقتصاديه، ولكن ايضا في الامور الاجتماعيه والثقافيه والاختيارات. فهناك طوائف كثيره، ومنها من يعتقدون ان مثل هذه الامور يجب ان اثارتها او التقليد من شانها. فبالتالي اذا كنا نتحدث على تحديدا على موضوع المثليين الذي تثيريه، ان الامر لا يخص اعطاء ولكن يتحدث عن تعرض المثليين ولا ك
كما الأمر هو بالنسبة للمسلمين في فرنسا، وكما هو الأمر بالنسبة لأديان مختلفة أو لأعراق مختلفة، السود مثلا فيما يتعلق بالولايات المتحدة، أن يكون هناك مساواة في التعامل معهم سواء في الوظيفة أو في الترقية أو في تسلم المناصب أو في إبداء رأيهم في شيء أو آخر. نحن يعني حتى أكون حتى لا تلتبس الأمور، أنا أدرك جيدا تحفظ كثيرين في حول هذا الموضوع، وهو مفهوم بالطبع، ولا أحد يحجر رأيهم في هذا الشأن، ولكن القول بأن هذا جاء مع بايدن وجاء ضد إرادة الشعب الأمريكي وأنها مبالغات لا داعي لها، لأنها تعبر أكثر عن أهل وتخلف في التعامل فيما يتحدث عنه أغلب الناس، وما حدث ليس فقط في هذا الملف ولكن في ملفات أخرى. فالغضب الذي حدث في يوليو الماضي أو في أغسطس الماضي أو الشهور الماضية كان ليس فقط ضد يعني هذا المشاركين فيها من السود، فكل شارك فيه من بيد وأجناس أخرى ومختلف الجنسيات ومختلف الأعراق، وكان هدف الأساسي هو تحقيق المساواة. فنحن نتعامل مع الموضوع أستاذ توماس جدا، يعني يمكن حضرتك وضحت لنا زاوية أخرى من الأمور، وده اللي احنا بنكون حريصين عليه في حديث القاهرة، ان احنا نبحث الأمور للوصول لوجهات النظر المختلفة. احنا بنشكرك جدا، شاركتنا عبر زوم من واشنطن السيد توماس جورج سيان، الكاتب المتخصص طبعا في الشؤون الدولية. يعني يمكن موضوع مش سهل انك تقبل وضع زي ده كمجتمع شرقي او عربي، لكن امريكا بتحاول تعمل شيء ما امام العالم، دولة الحريات والتي تطبق القانون والتي لا تقوم باي تمييز سواء العرق او اللون او الجنس او حتى الميول الجنسية، اختلف او اتفق مش مهم، المهم ان الدولة هناك كده. حديث القاهرة مستمر، لكن هنروح لبورصة الكلام واللي بيحصل فوق وتحت والترندات اللي بتعبر عن حديث القاهرة مع خالد البرماوي بعد الفاصل. مستنيينكم هنا في استوديو حديث القاهرة.